المؤتمر الوطني الأول لعلماء مصر بالخارج يواصل فعالياته، وإسماعيل يؤكد أن مصر تمتلك الإمكانيات والخبرات. قرار وزاري بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر. استئناف القتال بين القوات الحكومية والمعارضة في حلب ودعوة كويتية لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار من النهار اليوم. قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن مصر تمتلك إمكانيات واعدة وقاعدة بشرية متميزة من الشباب فضلا عن خبرات أفرادها ومؤسساتها بالغة العراقة والكفاءة. وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الأول لعلماء مصر بالخارج مصر تستطيع الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج بالتعاون مع شبكة تلفزيون النهار، أكد إسماعيل أن مصر تعتز بعلاقات إقليمية ودولية طيبة تعزز آمال السلام وثقافة التعاون الدولي وتواجه أخطار العنف والإرهاب بلا هوادة. علماء مصر الكرام، السيدات والسادة، إن مؤتمركم هذا لا يحمل في ثناياه رسالة إلى الجميع مؤداها أن تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر لتستوجب منا جميعا نحن أبناء الوطن في الداخل والخارج أن تتضافر جهودنا سويا سعيا لترسيم سياسات فاعلة واقتراح حلول ناجحة لمشكلات مزمنة أو قديمة يعاني منها مجتمعنا من تراكمات لعقود ماضية. إننا نتطلع لأفكاركم وإسهاماتكم التي هي بلا شك ثمرة علم دؤوب وعمل مثمر، لكي نستطيع معا بروح واثقة وخطى ثابتة المضي قدما على طريق المستقبل المنشود، كي يأتي يوم نترك فيه لأجيالنا القادمة ما يجعلهم يفخرون بأسلافهم. السيدات والسادة، علماء مصر بالخارج، تعلمون جميعا أن مصر تمتلك إمكانيات واعدة حضاريا وتاريخيا وجغرافيا، وتعتز كثيرا بقاعدتها البشرية المتميزة، فالشباب هو قوامها الرئيسي وخبرات أفرادها ومؤسساتها بالغة العراقة والكفاءة، فضلا عن علاقات إقليمية ودولية طيبة تعزز آمال السلام وثقافة التعاون الدولي وتواجه أخطار العنف والإرهاب بلا هوادة. وخلال الجلسة الافتتاحية أكد مؤسس شبكة تلفزيون النهار علاء الكحكي أن ذلك المؤتمر يهدف إلى الربط بين علماء مصر بالخارج والعقول المصرية، مشيرا إلى أن برنامج مصر تستطيع المقدم على شبكة تلفزيون النهار استطاع نقل الثقافة العلمية والنماذج الناجحة للشخصية المصرية. البرنامج استطاع أن يصل إلى عشرات من العلماء المصريين في الخارج ويكون حلقة الوصل معهم في إطار خدمة الوطن. استطعنا أن نعيد جسور الثقة بين هذه العقول العظيمة وبين مؤسسات العمل الأهلي في مصر. استطعنا من خلالهم عمل وتنفيذ محاضرات لبعض من حضراتهم في جامعات مصر، ونقدمهم كنموذج لشباب مصر الواعد. استطعنا أن نقدم نمطا للحياة لحياة أشخاص نجحوا من خلال العمل فقط. استطعنا أن ننقل ثقافة علمية قامت عليها قوى العالم الكبرى. استطعنا أن نقدم نموذجا ناجحا للشخصية المصرية بعد أن أساء البعض لها وحاول تشويهها سواء عن قصد أو بدون قصد. بفضل الله ثم بفضل وعي تلك الوزارات التي أثبتت أن مصر تستطيع، استطعنا بالتعاون مع مؤسسة اسمعونا في إجراء أكثر من 300 عملية جراحية لغير القادرين. حطمنا في الفترة السابقة مفاهيم الإعلام التقليدية في مصر. لم ننتظر يوما أو لحظة أي إعلانات أو تمويل من أي جهة. البرنامج كان مصر تستطيع كان مجرد رسالة في دورنا الخدمي في مجتمع، وكنا شايفين ان احنا لازم نقدم الدور ده ونحاول نبقى حلقة الوصل ما بين العقول المهاجرة والنماذج الناجحة وما بين المشاهدين في مصر والعالم العربي.
عشان نقول ان فعلا مصر تستطيع. في تصريحات خاصة للنهار اليوم، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن الوزارة بدأت إجراءات إنشاء مؤسسة العلماء المصريين بالخارج برئاسة مجدي يعقوب، وذلك لمتابعة توصيات المؤتمر وتشكيل قاعدة بيانات خاصة للعلماء المصريين بالخارج، فضلا عن تنظيم المنح الدراسية والتدريب لشباب مصر بالخارج. المؤسسة بالأساس يعني هي هدفها التواصل مع العلماء في الخارج، متابعة التوصيات الخارجة عن كل مؤتمر لعلماء مصر في الخارج، تكوين قاعدة البيانات الخاصة بهم، وأيضا منح الدورات التدريبية والمنح التعليمية للمتفوقين دراسيا في الجامعات المصرية. بدينا مع دكتور مجدي يعقوب لما بيرجع، النهاردة جاي من انجلترا بالليل عشان يحضر المؤتمر. هنتكلم في المجلس التنفيذي وكيفية اختياره. أنا مهتمية ان انا يبقى المجلس التنفيذي من شباب العلماء اللي يقدروا ان هم يتحركوا ويبادروا ب يعني جديدة وأفكار جديدة خاصة بهذه المؤسسة. المؤسسة طبعا مقرها القاهرة، ما فيش مكاتب، هو الاتصال ما بين العلماء أونلاين. طبعا المناقشة أي أبحاث علمية، نتوركينج ما بيننا ما بينهم، كل الحاجات دي من مكتبنا في القاهرة. من جانبها، أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي أنه سيتم البدء في إنشاء مدينة الدواء بمنطقة العين السخنة بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين والشركات الإسبانية والإنجليزية، فضلا عن افتتاح عدد من المستشفيات خلال المرحلة المقبلة في المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة بها. احنا برضو دي من الحاجات المشروعات اللي احنا بيتم تدرسها، هي بعض الشركات الاوروبية، شركات انجليزية وشركات من اسبانيا هيعملوا هذه المدينة الدوائية. احنا كلنا شايفين ما تقوم به مصر من مشكلة الدواء حاليا مع اختلاف سعر الصرف، فده احد المشاريع. المشاريع التانية ان احنا عندنا في البحر الاحمر مجموعة مستشفيات جديدة طالعة ان شاء الله باذن الله، عندنا مستشفى في شلاتين، عندنا مستشفى في القصير، مستشفى الغردقة العام بتم تجديدها، فدي مجموعة صروح صحية بيتم افتتاحها في البحر الاحمر. البحر الاحمر منطقة جاذبة للسياحة، ان شاء الله السياحة ترجع ليها بشكل قوي. يعني خليني اقول ان احنا مجيء العلماء المصريين الموجودين في الخارج، بعضهم في طبيب دكتور هشام موجود معانا هنا، هيعمل عملية النهاردة الساعة 2 في مستشفى الغردقة العام، برضو نوع من انواع التواصل ما بين المصريين الموجودين خارج مصر وما بين مصر. في سياق متصل، أكد الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن منطقة شرق بورسعيد ستتضمن أضخم مشروع لأرصفة موانئ في العالم، بالإضافة إلى مناطق لوجستية وصناعية وميناء متكامل، مشيرا إلى أن هناك تحديات حالية ومستقبلية تتطلب الدراسة والمشورة من علماء الخارج. احنا أنهينا تخصيص كل الأراضي اللي في المخطط العام أراضي صناعات ثقيلة في سنة واحدة. العقود التي وقعناها مش بتكلم على حاجة في إطار التفاوض، 22 مليون متر، ده مقارنة ب 2 مليون متر في منطقة السخنة تم تسويقهم وترويجهم في الفترة من 2003 ل 2015، يعني اللي اتعمل في سنة 11 مرة اللي اتعمل في ال 12 سنة اللي قبليها. بنتحرك في اتجاه الصناعات الخفيفة والمتوسطة، ومعانا أكبر المكاتب الاستشارية عشان بقى نقول إيه، إحنا خلاص صناعات ثقيلة، لا إحنا عايزين صناعات، لأن صناعات ثقيلة ما هيش صناعات كثيفة العمالة، الصناعات الخفيفة صناعات كثيفة العمالة، وإحنا لينا بعد تنموي، إحنا لازم نولد فرص عمل. فشرق بورسعيد، لا شرق بورسعيد أنا عندي طلبات ب 18 مليون متر في شرق بورسعيد. أنا هوقع أول 4 مليون متر في يناير. ليه؟ لأن بمنتهى البساطة أنا عايز شرق بورسعيد دي جوهرة، شرق بورسعيد دي الشمس التي ستبزغ في شرق المتوسط. فأنا مش عايز إن أنا المستثمر يجي بعدين يكتشف إنه لسه محطة الماء ما خلصتش، أو الأنفاق ما خلصتش والطوابير طويلة على، مش عايز أنا عايزها تبني صنعة جيدة، فأنا اللي إيه بحاول إيه أتأخر عشان لما المستثمر يجي أبقى أنا جاهز بالمية وبالمينا وبالنفق.
من جانبها أكد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله أن المحافظة بدأت خطتها لتحلية مياه البحر، وذلك من خلال إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في الغردقة والشرق الأوسط بطاقة إنتاجية تصل إلى 80,000 مليون طن مياه محلاة يوميا. بدأنا الدخول بقوة في تحلية مياه البحر. الآن ينشأ في مدينة الغردقة أكبر محطة تحلية مياه في مصر وفي شمال إفريقيا بطاقة إنتاجية 80,000 طن مياه محلاة يومياً، وننشئ محطات تحلية من الغردقة وحتى حلايب وشلاتين. دخلنا عصر إنتاج المياه المحلاة من البحر لنحقق الاكتفاء الذاتي ونستوعب فرص الاستثمار القادمة إن شاء الله. أما الكهرباء فقد تم إنشاء محطات طاقة شمسية في حلايب وشلاتين وبراماد ومرسى علم، وبدأت العمل أو دخول الخدمة منذ عدة شهور، والآن نقوم بإنشاء محطات للطاقة الشمسية في مدينة الغردقة بالتخزين بقدرة 40 ميجاوات. تم منذ شهور افتتاح محطة طاقة الرياح في منطقة جبل الزيت بطاقة 200 ميجا يوميا. نقول أن محافظة البحر الأحمر محافظة صديقة للبيئة بدأت تعتمد على تحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فيليب لوهور الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، والتي تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تدعم مؤسسات القطاع الخاص في دول العالم النامية. وتأتي أهمية تلك الزيارة نظرا للدور الذي تلعبه المؤسسة التابعة لمجموعة البنك الدولي في دعم مشروعات القطاع الخاص في مصر. ومن المقرر أن يستقبل الرئيس اليوم أيضا وزير خارجية تشاد ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، مكونة من رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ورئيس إدارة الأزمات بالقوات المسلحة وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات وممثلين عن جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة قناة السويس والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وهيئة الرقابة الإشعاعية والنووية. وتهدف اللجنة لتطوير وبناء منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر. استنكرت وزارة الخارجية البيانين الصادرين عن منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش حول حادث الكنيسة البطرسية الإرهابي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إنه في حين أثار الحادث الإرهابي موجة من التعاطف والتضامن مع مصر في حربها ضد الإرهاب، فقد اختارت المنظمتان استغلال هذا الحادث لتذكية خطابهما المتحيز الذي تحركها دوافع سياسية بشأن وجود توتر طائفي في مصر، فضلا عن الإيحاء بوجود تقصير من جانب الحكومة المصرية في حماية الأقباط المصريين، الأمر الذي يتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا. تكثف الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية جهودها لضبط المتهمين الاثنين الهاربين في حادث الكنيسة البطرسية، والذي أسفر عن سقوط 24 شهيدا و 49 مصابا. في الوقت نفسه قال مصدر أمني رفيع المستوى إن كل ما يتردد عن تبني بعض التنظيمات الإرهابية للحادث يهدف إلى تشتيت جهود أجهزة الأمن وإرباك جهودها للبحث عن تلك التنظيمات الوهمية. وأكد المصدر استمرار الأجهزة في ملاحقة الهاربين بغض النظر عن الجماعة الإرهابية التي ينتميان إليها.
في السياق نفسه قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمر بصرف تعويضات ومعاشات استثنائية لأسر الشهداء والمصابين في حادث التفجير الإرهابي بالكنيسة البطرسية، وأضافت أن اجتماع مجلس الوزراء سيبحث صرف تعويضات بقيمة 100,000 جنيه للمتوفى و40,000 جنيه للمصاب، بالإضافة إلى 1500 جنيه معاش لأسرة المتوفى والورثة المستحقين وكافة أوجه الرعاية لتلك الأسر وتوفير العلاج اللازم. زار اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية يرافقه لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية كنيسة العذراء بالمحلة الكبرى لتقديم واجب العزاء في ضحايا حادث الكنيسة البطرسية. وأكد صقر أن الحادث الإرهابي الغاشم لن يفت في عضد الشعب المصري، موضحا أن هناك تكاتفا بين القوى الشعبية الوطنية لتجاوز تلك المحنة، وأن الدولة قادرة على محاربة التطرف ودحر كافة البؤر الإرهابية والخلايا النوعية التي تستهدف زعزعة أمن الشارع واستقراره. وفي محافظة جنوب سيناء قام محافظها اللواء خالد فودة بزيارة دير سانت كاترين ودير البنات بوادي فيران للاطمئنان على الحالة الأمنية. وحرص فودة خلال الزيارة على أداء الصلاة بالوادي المقدس داخل دير سانت كاترين، ودعا المحافظ كل سياح العالم والرهبان بزيارة المزارات الدينية بجنوب سيناء في حرية تامة. احنا النهاردة في زيارة مدينة كاترين، جولات طبعا لا تهدأ، طبعا احنا يوميا في مدينة من مدن. النهاردة قلنا نيجي برضو نمر على الدير، وهنطلع من الدير دلوقتي على دير البنات في وادي فيران، برضو هناك مرور سريع. احنا طبعا ما احنا مشين بنقابل كماين وبنقابل رجال الشرطة الأقوياء معهم القوات المسلحة، بنعيد عليهم وبننزل يعني نشوف التأمينات ونطمن بنفسنا وبنرفع روحهم المعنوية. طبعا احنا لما بنيجي هنا لازم بنخش الدير، وانا بدعو كل المصريين انهم يجوا دير سانت كاترين تحت في الدير وفي الوادي المقدس، منطقه روحانيه مش ممكن. انا لسه مصلي تحت في الوادي المقدس ودعيت ربنا في المكان اللي كلم فيه سيدنا موسى رب. ونتمنى يكون في سلام في العالم كله. Θα σταματήσουν τα προβλήματα. وبركة ربنا وبدعاء المصريين والشعوب كل حاجة في مصر هتبقى أحسن وأفضل في المستقبل. Γιατί και εμάς εδώ είναι το σπίτι μας, είναι ο τόπος που εδώ θα δώσουμε τη ζωή μας και ευχόμαστε καθημερινώς για να υπάρχει ειρήνη και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Έχουμε μην المكان ده بنصلي كل يوم يبقى في سلام مش بس في مصر والمنطقة بس للعالم كله، وده بيتنا اللي احنا فيه اللي جينا وهنسيب فيه أرواحنا وهندافع عنه اللي هي مصر. أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة إعادة محاكمة مرشد جامعة الإخوان محمد بديع وأربعة عشر آخرين من قيادات الجامعة بأحداث البحر الأعظم لجلسة 11 من يناير المقبل. وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم عديدة منها التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوة وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية. وأرى جثمان الفنانة الراحلة زبيدة ثروت الثرى اليوم بعد أن شيع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة بعد ظهر اليوم. وكانت فاتنة السينما المصرية قد وافتها المنية مساء أمس عن عمر ناهز 76 عاما بعد صراع طويل مع المرض. المزيد عن الفنانة زبيدة ثروت في العرض التالي. We'll be right back.
كما شيع من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر اليوم جثمان الفنان القدير أحمد راتب والذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 67 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة. ولد أحمد راتب في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1949 وقدم عشرات الأفلام في الأدوار المساعدة منذ السبعينيات ونال جائزة مهرجان الإذاعة والتلفزيون. المزيد عن الفنان الراحل أحمد راتب في العرض التالي. طلبت الكويت عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الاثنين المقبل بالقاهرة، وذلك لبحث تطورات الأوضاع الحالية في سوريا في ظل تفاقم الأوضاع المأساوية في مدينة حلب. ويجرى حاليا التشاور بين الكويت والأمانة العامة للجامعة العربية وتونس الرئيس الحالي لمجلس الجامعة للتبحث وتأكيد هذا الطلب والمواعيد. هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الجامعة العربية غدا اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين حول الشأن نفسها. وفي شأن ذي صلة، أعلن مركز المصالحة الروسي في حميميم أن مسلحين بحلب استأنفوا القتال بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار في المدينة. وبحسب المركز استغل المسلحون الاتفاق لإعادة نشر قواتهم، لكن الجيش السوري صد الهجوم واستأنف عملياته العسكرية لبسط السيطرة على شرق حلب. وفي ضوء ذلك قتل 6 مدنيين وأصيب آخرون جراء قذائف أطلقها مسلحون على معبر على معبر بستان القصر في حلب بحسب مصادر رسمية سورية. أعلنت عدد من الشخصيات الليبية في ختام اجتماع استضافته القاهرة على مدى يومين تثمين الدور الذي تلعبه مصر تجاه الأزمة الليبية من منطلق مسؤولياتها التاريخية في الحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة ليبيا. وبعد نقاش المستفيدين من المجتمعين على مدى يومين كاملين وبرعاية الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وسامح شكري وزير خارجية مصر، اتفق الحاضرون على ضرورة تعديل لجنة الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي وآلية اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسع من إشكاليات وتعطيل. أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن اختياره النائب رايان زينغ، وهو قيادي بارز سابق في القوات الخاصة لشغل منصب وزير الداخلية. ومن المقرر أن يطرح ترامب تشكيلته الوزارية على الكونغرس الأمريكي للموافقة عليها بعد توليه مقاليد السلطة في 20 يناير المقبل. وسبق لزينغ أن أعلن أن فريق سيل تيم 6 الذي كان يقوده سابقا نفذ الهجوم على مخبأ زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان يوم 2 مايو 2011، كما كان لزينغ دور بارز في الحرب ضد العراق عندما قام قاد عام 2004 فرقة العمليات الخاصة الموحدة في شبه الجزيرة العربية.
It didn't work there, and it's not going to work here. اقتصاديا، قال نائب محافظ البنك المركزي إن الشهادات الجديدة الصادرة من البنوك بمعدل عائد 16% سنويا سنوات وبمعدل عائد 20% سنويا قد جذبت ودائع جديدة من خارج الجهاز المصرفي بلغت نحو 64 مليار جنيه. وأضاف أن ذلك يدعم تحقيق الشمول المالي من خلال زيادة حسابات العملاء بالبنوك ودخول فئات مختلفة من المجتمع وتشجيع تلك الفئات على إدارة أموالها ومدخراتها بشكل سليم. وجه اللواء أحمد ديف صقر محافظ الغربية مسؤولي شركة مياه الشرب بالمحافظة بسرعة توصيل خط المياه الجديد في مدينة طنطا لتلافي حدوث انفجارات بالخط القديم. جاء ذلك خلال اجتماع عقده صقر لمناقشة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى مدن ومراكز المحافظة، فيما تم استعراض 44 مشروع صرف صحي وثمانية مشروعات تتعلق بمياه الشرب تم استلامها من الجهاز التنفيذي بالمحافظة. نظم المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد قافلة خدمية مكبرة لقرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة ضمن مبادرة هن قادرات التي أطلقها المحافظ اللواء محمود عشماوي. شارك في القافلة أعضاء المجلس القومي للمرأة ووزارتي التربية والتعليم والسكان، حيث عقد لقاء جماهيري مع الأهالي حول المشكلات الموجودة، كما تم تنظيم عدد من الندوات تناولت الموضوعات ذات الصلة بالصحة الإنجابية وأهمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وكيفية الحصول عليها. التقى محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي عددا من القيادات النسائية بمركز إدفو، وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى مقترحات وشكاوى المشاركات والتي ارتكزت حول قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، حيث أكد المحافظ تخصيص الاعتمادات اللازمة لاستكمال المشروعات المتعلقة بهذا القطاع لتحقيق المردود الإيجابي منها. وفي شأن آخر، وجه المحافظ مديرية الصحة بإفادة قافلة طبية متنقلة إلى إدفو لإجراء كافة التحاليل الطبية وصرف العلاج مجاناً. نوجه عناية السادة المشاهدين إلى هذا النبأ العاجل، أن مجلس النواب وافق بشكل نهائي على مشروع قانون الصحافة والإعلام. نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان سباقا للجري تحت شعار كلنا ضد الإرهاب، شارك به 300 من طلاب الجامعة. وأعطى الدكتور عبد القادر محمد القائم بأعمال رئيس الجامعة إشارة البدء على مرحلتين. جاء ذلك بحضور الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان الأسبق وعدد من الأساتذة. ومن المقرر أن يبدأ السباق الختامي يوم 29 من يناير القادم. نحن اليوم بصدد إجراء مسابقة نهاية الطريق، سباق الطريق، وده بيقام تحت رعاية الاتحاد الرياضي للجامعات بالمشاركة مع كلية التربية الرياضية. وفي الحقيقة ده طبعا ده من الحاجات الكويسة بالنسبة للشباب، بحيث نعمل النوع من الدمج الاجتماعي للشباب، لأنه السباق ده كل الطلاب من مختلف الكليات بيشاركوا فيه، بس الغالبية العظمى لكلية التربية الرياضية باعتبارها كلية متخصصة. من ضمن الأنشطة الرياضية لجامعة أسوان مشاركة طلاب كلية التربية الرياضية، النهاردة في اللي هو سباق السباق الأول للطريق. أنا مشاركة النهاردة في الماراثون، المسافة حوالي 2.5 كيلو. هنجري هنا من عند المسلة وإن شاء الله هنفنش الفنش بتاعنا هيبقى قبل الصالة المغطاة بتاعتنا. المسافة 2 كيلو ونص، وأتمنى إن شاء الله بإذن الله نبقى من الأوائل، لأن تربية أكتر حاجة. خدت أول بنج منتخب جامعة وعملنا 21 كيلو أول جمهورية أنا وزمايلي، يعني كانت تدابير.
أما عن حالة الطقس فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل حالة عدم الاستقرار غدا مع الاستمرار في انخفاض درجات الحرارة، حيث يستمر الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. والآن إليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله تعالى. وصلنا بحضراتكم إلى ختام نشرة الأخبار، وعليكم أهم ما جاء فيها. المؤتمر الوطني الأول لعلماء مصر بالخارج واصل فعالياته، وإسماعيل يؤكد أن مصر تمتلك الإمكانيات والخبرات. قرار وزاري بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر. استئناف القتال بين القوات الحكومية والمعارضة في حلب، ودعوة كويتية لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية. شكرا وإلى اللقاء.